السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم قواعد اللغة العربية للصف الأول متوسط. اليوم عندي موضوع المعرف بأل. المعرف بأل، زين. المعرف بأل هو كل اسم نكرة دخلت عليه أل التعريف. أنا لخصته هنا بالورقة مع عيني. المعرف بأل هو اسم نكرة، هو اسم، هي هو كل اسم نكرة دخلت عليه أل التعريف فأفادته التعريف. هو كل اسم نكرة دخلت عليه أل التعريف يعني فأفادته التعريف. زين، النكرة شنو نعرفها؟ هي كل اسم غير محدد أو معين، يعني اسم لا على التعيين، يعني غير محدد أو معين. أما المعرفة هي كل اسم محدد أو معين لدى المتكلم أو السامع. مثلا ناخذ قرأت كتابا، هذه قرأت كتابا ما أعرف شنو يا كتاب، هذا نكرة. قرأت الكتاب هاي معرفة، عرفت أنا هذا الكتاب قرأته، دخل علي أل التعريف. معرف بأل، كل اسم نكرة دخلت عليه أل التعريف. النكرة هي كل اسم غير محدد أو معين، مثل عدي قرأت كتابا، هاي بالنكرة. أما المعرفة هي كل اسم محدد أو معين لدى المتكلم أو السامع، مثل قرأت الكتاب. أكو أسماء يعني علم ما تضاف إليه أل التعريف، لكن هاي يسموها حروف زائدة، مثل حسن الحسن، حسين الحسين، عباس العباس، حارث الحارث. هذني أسماء علم، يعني أسماء العلم يعني ما مو يعني معرف بأل، هاي يعني حروف زائدة، هاي أل زائدة يعني حروف زائدة. وأكو أيضا كلمات يعني نقول هي أصلية من أصل الكلمة، يعني مثل الذين، الذي، التي، هاي ما نسميها معرف بأل، لا، هاي حروف يعني أصلية، هي أصل الكلمة، هي أصل الكلمة. خلنا نأخذ مثال عليها، مثل عندي هي يعني مثل الذين والذي، هي هاي إنما أصل الكلمة، ما دخلت عليه إلا التعريف. خلاصة المعرف بأل كل السهل، هي كل اسم نكرة دخلت عليه أل التعريف، وعرفت النكرة شنو، عرفت المعرفة شنو. هناك أسماء علم ما تضاف إليه أل التعريف لكن نسميها حروف زائدة، مثل الحسن الحسين العباس. وهناك كلمات مثل الذين الذي التي، هاي من أصل الكلمة، يعني ليست أل التعريف، ما بها أل التعريف، هي أصل هاي الكلمة الذي، يعني هسه احنا لو حذفنا هاي الذين، لو حذفنا أل ألف ولام ذي، ونكو كلمة ذين اسمها، أو الذي ذي، لا، هذا اللي يقول أصل الكلمة. زين، نجي على التمارين، ناخذ التمارين، ناخذ التمرين الأول. شوفوا هذا التمرين الأول، هاي عيني، هاي التمرين الأول. يقول ما الفرق بين قول صديقك لك اشتريت كتابا وقوله مرة أخرى اشتريت الكتاب؟ هاي عيني، يقول الفرق، شنو الفرق؟ هاي ماماتي. اشتريت كتابا، كتابا كلمة نكرة غير معروفة لدى المتكلم أو السامع. اشتريت يعني يقول لك كتابا، أول مرة كتابا كلمة نكرة غير معروفة لدى المتكلم أو السامع. أما اشتريت الكتاب، الجملة الثانية، الكتاب هي كلمة معرفة لدى المتكلم أو السامع، يعني هذا فرق بين كتابا والكتاب، كتابا نكرة والكتاب معرفة. هذا التمرين الأول. خلينا نشوف التمرين الثاني، هاي عيني. هل تجد فرقا بين كل جملتين مما يأتي؟ الكتاب في الخزانة، الكتاب في خزانة، هذا ألف. شوفوا ماماتي، الخزانة، الخزانة باع، شوفوا هاي الخزانة معرفة وخزانة نكرة، يعني بيها أل التعريف معرفة وخزانة ما بيها نكرة، بسيط موضوعنا كلش. باء كسر المصباح، كسر مصباح، شوفوا نفس الشيء، هم نقول المصباح معرفة ومصباح نكرة، مجرد بس هيجي. ثالث أجيم، فازت المدرسة في السباق، فازت مدرسة في السباق، المدرسة شبيها معرفة، السباق معرفة، مدرسة نكرة، وهذه السباق
سباق نكرة. باعوا شوفوا هذه، هاي عيني، مدرسة معرفة، سباق معرفة، مدرسة نكرة، سباق نكرة. المهم به ألف ولام معرفة. أطعم الحارس الأسد، أطعم الحارس أسدا. باعوا شوفوا ايش قلنا، الأسد معرفة، الأسد شبيها معرفة، وأسد نكرة. زين، قرأت الكتاب، قرأت كتابا. الكتاب شو نقول؟ الكتاب معرفة، كتابا نكرة. زين، بقال التمرين الثالث، اجب عما يأتي. قيل الوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة. ألف يقول أترى فرقا بين الوقت ووقتا، وباء حول الاسم المعرفة بأل إلى نكرة والنكرة إلى اسم معرفة. شوفوا ماماتي جواب التمرين الثالث هياته. نعم، الوقت هو وقت معين أو معروف لدى السامع والمتكلم. وقت الكلمة غير معرفة أو معينة. الوقت يعني هو وقت معين أو معرفة لدى السامع والمتكلم، يعني معرفة. أما وقتا كلمة غير معرفة يعني نكرة أو معينة. الباء يقول الوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة، لأن الوقت معرفة أو الساعة هم معرفة، لا يتوقف وقتا عندما تتعطل الساعة. هاي يعني المعرف بأل هي هو تمارينه، وبالتوفيق إن شاء الله.